السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مجددا في مادة مبادئ الاقتصاد الكلي. محدثكم الدكتور فهمان ناجي، أستاذ المادة. كنا في المحاضرة السابقة قد تناولنا بعض المداخل والمفاهيم الأساسية حول الاقتصاد الكلي، وقلنا أن الاقتصاد الكلي يعنى بدراسة، من يذكرني الاقتصاد الكلي، ما هي المسائل التي يعنى بدراستها؟ اللي عنده إجابة يشاركنا. البطالة، جميل، البطالة والاستثمار. البطالة جيد، ثم ماذا؟ قلنا أن الاقتصاد الكلي يناقش اقتصاديات الدول بشكل أساسي، الدول والعلاقات الدولية، فهو يناقش هذه القضايا، بينما الاقتصاد الجزئي هو يدرس سلوكيات الأفراد. إذا أنا عندي الأفراد يدرسها الاقتصاد الجزئي، والكيانات الكبيرة الدول يدرسها الاقتصاد الكلي. ولذلك مواضيع الاقتصاد الكلي هي مواضيع متعلقة بالدول بدرجة أساسية: السياسة النقدية، المالية العامة، الحسابات القومية، وهكذا. جميل، هذا المفهوم الأول الذي درسناه في المحاضرة السابقة. قلنا كذلك إن الدولة حتى تدير الاقتصاد الكلي تحتاج إلى ماذا؟ إلى سياسة مالية وسياسة نقدية. السياسة المالية تقوم على دعامتين، من يذكرني بهما؟ شباب الذين معنا، السياسة المالية تقوم على دعامتين. ما هي مصادر الدخل للدولة؟ من يذكرنا؟ الدولة من أين لها دخل؟ ضرائب. يا سلام، عندها دخل الضرائب، ثم ماذا؟ احنا قلنا لها عنصرين من الدخل، الضرائب ثم الضرائب والاستثمار. أحسنت، الضرائب ثم الاستثمار. إذن الدولة لها عنصرين، أو لها عنصران للدخل، الضرائب ثم الاستثمار. أين تذهب بهذه الأموال؟ الدولة أين تذهب بهذه الأموال؟ هي الآن جمعت ضرائب، سلام. تنفقها في ماذا؟ المشاريع والبنية تنفقها في التحتية. نقطتين، تنفقها في نقطتين أو في بندين فقط. البند الأول بند التشغيل، والبند الثالث والبند الثاني عفوا بند الاستثمار. جميل، السياسة النقدية، ما هو دور السياسة النقدية بالنسبة للدولة؟ ذكرنا السياسة النقدية. السياسة النقدية دكتور هي كل ما تمتلكه الدولة من أموال جارية وودائع في البنك. ممتاز، السياسة النقدية قلنا هي عبارة عن إدارة النقد داخل البلد، عبارة عن إدارة النقد داخل البلد، ودور محافظ البنك ماذا يعمل؟ ما هو دور محافظ البنك؟ إدارة السياسة النقدية في البنوك بالنسبة للدولة. أيوه، موافقة على المشاريع اللي ممكن يكون في لها مردود استثماري بالنسبة للدولة. ما قلنا محافظ البنك يكون عنده كفتي ميزان، عنده معروض نقدي أو أوراق نقدية اللي هي الفلوس،
وعنده بضاعة أو المنتجات الموجودة داخل البلد، يعمل عملية توازن ما بين المعروض النقدي وما بين البضاعة والمنتجات. الطلب. لا بغض النظر، يعني احنا قلنا الآن الماضي أو الأسبوع الماضي رشحنا الأخت فاطمة، قلنا لها أنت تكوني محافظة البنك، قلنا دورها توازن ما بين كفتي الميزان، ما بين المعروض النقدي وما بين المنتجات، أليس كذلك؟ فعلا إذا جميل، هذه السياسة النقدية. هذه مفاتيح مهمة جدا ينبغي أننا نستحضرها ونرسخها في أذهاننا. اليوم حندخل في الفصل الثاني إن شاء الله، وهي حسابات القومية للناتج أو الدخل. أنا تكلمت المرة الأولى عن الناتج المحلي الإجمالي اللي هو الجي دي بي، قلنا هذا يستخدم في ماذا؟ من يذكرنا به؟ إحنا قلنا لكم إنه في الحرب العالمية الثانية أراد روزفلت أن يتخذ قرار هل ندخل في الحرب أو لا ندخل في الحرب، فاستعان بالاقتصاديين، فابتدر له أحد علماء الاقتصاد وقال له ضروري ما يعني نصمم معيار أو قانون أو دالة يجيب عن سؤالك هل نحن يمكن أن ندخل في الحرب أو لا؟ فصمموا له ما يسمى بإيش؟ بالجي دي بي اللي هو الناتج المحلي الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي هو ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات خلال سنة واحدة، هذا الناتج المحلي الإجمالي. جميل، الآن خلونا نعمل نشاط، ادخلوا النت طلعوا لي الناتج المحلي الإجمالي لمصر لسنة 2021، يلا اللي يطلعها يكتب لنا هنا في الشات، اكتبوا في الجوجل كم حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة مصر. يلا بسم الله، معالج دكتور، سنة كم؟ سنة 21 404.1 مليار. اكتبوها في الشات وخلونا نقارن. سبعة تريليون ايش؟ جنيه. شوف حدث عندي خلاف، 9 تريليون، واحد يقول 7 تريليون والثاني يقول 400 مليار، يلا اختلف الفقهاء كما يقال. من أين المصادر التي تأتون بها؟ هذا سؤال مهم جدا، ما هو المصدر؟ ما هو مصدر هذه المعلومة؟ جوجل في غيره يعني؟ إيه بس من أين؟ من جوجل؟ من أي مكان؟ ما الصحيفة الرسمية تبع مصر. ما هي الصحيفة المصرية التابعة لمصر؟ لحظة ثواني بس، هسألك لك أشياء صورة كاملة. في عندي إحصائية البنك الدولي، تمام؟ سبعة تريليون 404 مليار، صحيح، إجابة حسن صحيحة، 4 مليار دولار أو 4.4 مليار دولار، هذا الناتج المحلي لمصر في سنة 2021. دكتور حسن، حسن، عفوا، لأنها دولار أمريكي، 404 دولار أمريكي. أي نعم، 4 مليار 4 مليار دولار أمريكي. هنا أنا سأسألكم سؤال، كم الميزانية العامة للدولة؟ كم الميزانية العامة للدولة؟ هذا سؤال مهم جدا،
الميزانية نفسها الناتج المحلي؟ الناتج المحلي ما يمتلكه الدولة الحكومة وما يمتلكه الشعب، لكن كم ميزانية الدولة وحدها؟ يمكن تشوفونا كم ميزانية مصر في 2001؟ تعتبرين تبلغ قيمة المقدار من الاستخدامات في الموازنة نحو 4.349 تريليون جنيه، فيما بلغ المقدار من الناتج المحلي الإجمالي اللي هو 11.841 تريليون جنيه. ممتاز ممتاز، يعني تعتبر الموازنة أقل من الناتج المحلي. يا سلام. بنسبة كم تقريبا؟ بنسبة يعني تقريبا يعني أنت كأنه، ربع يا سلام، يعني أكثر من الربع، هو نقول حدود ايه الثلث تقريبا. تقريبا نعم. أيوة أيوة يعني الموازنة الناتج المحلي يقسم على ولا ثلاثة أجزاء. أيوة الموازنة. إذن الآن بدأنا نفهم إيش الفرق بين الموازنة وبين الناتج المحلي. ما هو الفرق بين الموازنة وبين الناتج المحلي؟ يعني الموازنة هي جزء من الناتج المحلي يعدل 30% تقريبا. يا سلام. إذن الموازنة ما تمتلكه الحكومة، هذه تتصرف فيه. الناتج المحلي هو ما تمتلكه الحكومة زائد ما يمتلكه الشعب. جميل. يعني اليوم لو جمعنا مصاريف البنك المركزي، الفلوس اللي في البنك المركزي خاصة بالحكومة مثلا، نكتشف أنها بالنسبة لمصر كم تطلع؟ 4 تريليون، أليس كذلك؟ 4 تريليون جنيه. بينما لو جمعنا المصاريف اللي الفلوس اللي عند الشعب واللي عند الحكومة في 2021، تطلع لها في حدود كم؟ 11 تريليون، أو ما هو معبر عنها بالدولار تقريبا 404 مليار دولار. وصلت الفكرة الآن؟ دكتور معلش تعيد الفرق بين الموازن والناتج المحلي. يا سلام. الناتج المحلي الفلوس اللي يمتلكها الشعب والحكومة، يعني خلوني كذا أبسطها بهذه البساطة، الفلوس التي يمتلكها الشعب والحكومة، هذا إيش؟ هذا ما هو الناتج المحلي. لو قلنا لا الناتج حق المحلي الشعب، ايوه لو قلنا الشعب خلوه على جنب، خلونا نسأل الحكومة كم عندك فلوس الحكومة؟ هذه ما نسميها يعتبر الميزانية، الميزانية الخاصة بالحكومة. إذا الحكومة تمتلك تقريبا 40%، طبعا تختلف من دولة لأخرى، تمام، لكن احنا في الحالة المصرية مثلا 40% هذه تمتلكها الدولة. جميل. لما يقول لك نسبة النمو في دولة، مثلا مصر فيها نسبة النمو تقريبا محققة، نسبة نمو في عام 2022 6.6 مثلا، على أي أساس قالوا في نسبة نمو؟ في الصين مثلا نسبة النمو 10%، في دولة أخرى نسبة النمو 3%، وهكذا، على أي أساس قالوا نسبة نمو؟ استخدموا النمو السنة الحالية ناقص من السنة الماضية على السنة الماضية ضربوها في 100. يا سلام يا سلام. إذا إحنا الآن لما نقول مثلا الدولة هذه نمت، إنه جبنا الناتج المحلي الإجمالي، شفنا مثلا في السنة الأولى كان الناتج المحلي الإجمالي مثلا لمصر 100 مليار دولار مثلا، السنة الثانية 106 مليار دولار. إذا كم نسبة النمو في مصر؟ 6 مليار دولار. 6 مليار دولار، أو دائما يعبر عنها بالنسبة المئوية 6%. الصين مثلا كان ناتجها الناتج المحلي الإجمالي حقها في سنة 21 مثلا 100 مليار دولار. شفنا نهاية في 2022 ارتفع إلى كم؟ إلى 110 مليار دولار. إذا كم نسبة الناتج، كم نسبة النمو في الصين؟ النمو في الصين كم؟ إحنا قلنا العام الماضي كانت 100 مليار دولار، السنة الثانية 110 مليار دولار، كم نسبة النمو في الصين؟ 10%. يا عشرة سلام بالمئة. يا سلام، إذا ممتاز 10%. إذا هذا نسبة النمو في الصين. طب دكتور سؤال لو سمحت، لو تفضل. النمو هذا اتراجع يعني ايش تعتبر هاي الدولة؟ يعني في إذا مثلا كان في السنة الماضية مثلا 110 وفي السنة الحالية 100 مليار، هذا يعني ركود. في تراجع بنسبة 10%، في ركود اقتصادي. أين هذا؟ الدولة هذه تعيش حالة ركود اقتصادي،
إذا نزل عن 100% الدولة بدأت تدخل في مرحلة انهيار اقتصادي. اوكي شكرا. تمام؟ إذا نزلت عن 100% نقول والله الدولة في والاستقرار انهيار. إذا كان زي بعض صح؟ لا، الاستقرار لابد ما يحقق لي نسبة نمو على الأقل يعني تتوافق مع متوسط النمو العالمي. يعني عندك معدل النمو العالمي مثلا، خلينا نشوف في أي سنة من السنوات، مثلا نسبة النمو العالمي في عام 2002 3%. تمام؟ في عام 2002 المعدل العام العالمي 3%، فإذا عندي محقق أنا نسبة نمو 3% معناته أنا أتوافق مع العالم. هذا النمو العالمي بالنسبة لي يا دوب يغطي لي إيش؟ الزيادة العالمية، يا دوب يغطي لي التضخم. فهمتم اللعبة؟ هي مثل قضية الأشخاص، مثل قضية الأشخاص تماما. أنت الآن أقول لك كم دخلك العام الماضي؟ أقول لي والله كان راتبي مثلا 1000 ريال، دخلي في السنة 12000 ريال، أقول لك ممتاز. أجي السنة الثانية كم دخلك يا فلان؟ أقول لي دخلي 1000 ريال، ومع الزيادات والزيادة السنوية والحلاوات وكذا ارتفع إلى مثلا إلى 13000 ريال. أقول لك ترى هذه 1000 ريال هي يا دوب تغطي لك التضخم والارتفاع في الأسعار وضعف العملة إلى آخره. فأنت في حالة استقرار، أنت في الحقيقة زودت 1000 ريال في دخلك أو زادت لك الشركة زيادة سنوية، العلاوة السنوية الطبيعية، لكن في حقيقة الأمر أنت في حالة استقرار. أدركنا الموضوع هذا؟ إذا زدت أكثر من المعدل العام فأنت فعلا أضفت مناطق إنتاج جديدة أو أضفت لك دخل جديد. إذا نقصت عن المعدل العام فأنت دخلت في مرحلة ركود. إذا نقصت عن العام الماضي فأنت دخلت في مرحلة انهيار. معناته كأنه عملك السابق انتهى فاضطريت تشتغل في شركة أخرى براتب أقل وهكذا. فعندنا معيار عالمي اللي هو متوسط عالمي، طبعا يزيد من سنة إلى أخرى، يزيد من سنة إلى أخرى، لكن مثلا عندنا في 2002 3%، كان عندنا مثلا في 2021 6%، كان عندنا في عام 2020 3% سالب 3%. سبب من يقول لي بسبب ماذا؟ بسبب كورونا. يا سلام، بسبب كورونا. إذا وصلت الفكرة بالنسبة للناتج؟ طبعا الدول دائما تحاول أن تسعى إلى أن ترفع من ناتجها المحلي قدر ما تستطيع. طيب يا دكتور عندي سؤال. تفضل. طب دحين بالنسبة لما تقول لي النمو أو الزيادة، فكل سنة تختلف عن السنة اللي قبلها، فأحيانا 3% واللي قبلها قلت 10%، إيش الفرق فيها بالضبط؟ الفرق هم يجمعون نمو العالم بالكامل بالنسبة لدول العالم ويطلعوا متوسط، هذا بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي العالمي. يطلعوا يعني دولة تحقق 10%، دولة تحقق 8%، دولة تحقق 1%، وهكذا يطلعوا لك متوسط عالمي. أنا أعطيك مثال بسيط حتى أقرب لك الصورة. أنت الآن عندك 5 أولاد شغالين كلهم في الموظفين، تمام؟ وأنا أفترض أن كلهم يشتغلوا دخلهم 1000 ريال في الشهر، افترض معي هذه فرضية. في جهة نهاية السنة أسألهم، قال لك احنا كلنا دخلنا 1000 1000 1000 1000. جميل. السنة الثانية اكتشفت واحد من أولادك ارتفع دخله إلى 1500، واحد 1100، واحد 1200، واحد كذا مدرك، وفي واحد ثابت عند 1000. ماذا عساك أن تقول لهذا الولد اللي ثابت عند 1000؟ قل لي ابني مالك، تفحفح، تحرك، شق طريقك، ليش اخوتك تتحرك وانت يعني نفس الظروف التي تعيشها مع اخوتك هي نفس ظروفك. يعني من الاصل نحن نعيش في ظروف عالميه واحده. في عندك مشكله، اما ان يكون هذا الولد اصيب بمرض، اما ان يكون اصيب بكسل، اما ان يكون بدا يركز على الامور الاستهلاكيه ويعبث ويترك العمل. لكن الحقيقه يعني احنا اول ما تعاتب انت تعاتبنك، ليش انت تاخرت عن البقيه؟ يقول لك انا اشتغلت وانا يا ابني الله يفتح عليك متوسط الدخل لاخوتك ارتفع بنسبة 10%، ليش انت متاخر عن بقية اخوتك؟ فهمت ذاك الموضوع؟ نمسك الدولة التي هي ضمن 200 دولة في العالم مرصودة في البنك الدولي او مسجلة في الامم المتحدة، فنشوف دولة تاخرت، نطلع المعيار المتوسط العالمي يطلع عليه 3% 5%. يعني شفت لما طلع مثلا في 2020 3 سالب، طلع عند الكبار والصغار، عند الناس كلهم.
لانه الجائحه اجتاحت العالم كله وتضرر من العالم كله، يعني اولادنا كلهم تضرروا في نفس الله. فانا لما اتي احاسبك واقول لك ليش انت اثرت، لماذا تراجعت، لانه الاصل انك تعيش في اطار بيئه واحده. طبعا في دول تدخل في حروب، تدخل في ازمات، في مشاكل، في كذا، فهنا نعتبر هذا في مرحله ايش؟ انهيار اقتصادي. بالذات اللي مثلا يعني مثلا اليمن كان عندها، يعني انا ممكن اعطيكم بس اليمن كذا لمحه سريعه. شوف اليمن مثلا كان نسبة النمو عندنا في 2013 4.8، هذا نسبة النمو. يعني معناته كان عندنا 100 مليار في 2012 ارتفع إلى 115 مليار تقريبا في 2013. في 2015 بعدما دخلت الأزمة الحروب هذه وكذا، أصبح عندنا معدل النمو 28 بالسالب. يعني كم خسرنا؟ كم خسرنا من 100 مليار؟ 28 28 مليون تقريبا ثلث الناتج المحلي خرج من اللعبة. يعني تصوروا 30%. 30% تقريبا، وهكذا. ففي كل دولة من الدول يعني تدخل في أزمات، تدخل في انهيارات، تتعرض لمثل هذه الأشياء. طب دكتور طبعا لو سمحت، في حد يعني في حد من العالم، يعني الدول العظمى مثلا، إذا في دولة انخفض الناتج المحلي، هل فعلا هي تحاسبها وتحاول تساعدها إنه يرتفع الناتج المحلي تبعها بإعانات أو بتبرعات أو أي شيء؟ ممتاز، سؤال جميل. لا، هم الدول ما يهمهم قضية أنه يرتفع الناتج المحلي عندكم يرتفع، لكن هم يهتموا بهذا القياس لأنه عندهم منظور مختلف. منظورهم أنه أنت سوق، أنت سوق بالنسبة لهم، فإذا انهرت مشكلة على هذا السوق، يتأثر هذا السوق. يعني مثلا دولة مثل مصر لما تنهار، هنا تتضرر مزارع القمح في أمريكا، يقول لك يا أخي والله خسرنا 100 مليون خم. أنا كنت أنتج في مزارع تكساس للقمح ل 100 مليون فم موجودة في مصر، إذا انهارت مصر بالنسبة لي هذا خطر علي، مزارعي فيحاول أن يحافظوا على الاستقرار من هذه الناحية، طبعا لأبعاد اقتصادية ولأبعاد سياسية. فيشجعوا على قضية أنه توجد دولة ويحافظوا على الناس. طبعا هم يتدخلوا، المنظمات الإنسانية تتدخل في حالة المجاعة الشديدة مثل برنامج الغذاء العالمي مثلا، واليونيسيف وغيرها من المنظمات. طبعا تدخلاتها له أبعاد إنسانية وله أبعاد سياسية وله أبعاد أمنية وله أبعاد، يعني يشتروا القمح اللي ما اشتروه الشعب هذا وبعدين يتبرعوا فيها، صح؟ أي نعم. يعني هم مثلا في قضية اليمن، برنامج الغذاء العالمي في عندك منظمة يسموها الأوتشا. الأوتشا عبارة عن مجلس التنسيق التابع للأمم المتحدة، مجلس ينسق ما بين الدروع على الأمم المتحدة. في عندك ذراع الأطفال يسمى اليونيسيف، في عندك ذراع الغذاء يسمى برنامج الغذاء العالمي، في عندك ذراع الزراعة يسمى الفاو. أزرع في مجلس ينسق فيما بينها اسمه ايش؟ الأوتشا. الأوتشا كانت تحدد سنويا لليمن من 2015 وكذا 4 مليار، بدأت ب 2 مليار ثم 3 مليار ثم 4 مليار، ما أدري عن الماضي كم حددوا. قالوا احتياج اليمن سنويا إلى 4 مليار مثلا، تذكر في 2017 كان الاحتياج 4 مليار. تنفذت على هذه الدراسة في تلك الفترة. هذه الـ 4 مليار ينادوا من المجتمع الدولي، يعني أعضاء مجلس الأمم المتحدة، يقولون يا جماعة الخير اجمعوا فلوس، اجمعوا لنا 4 مليار. فتأتي الدول طبعا وتجمع تبرعات. تقريبا يعني أهم الدول التي كانت تجمع تبرعات الأوتشا دول الخليج بدرجة أساسية، ثم الولايات المتحدة، ثم اليابان وألمانيا. هذه تقريبا أهم 5 دول كانت تجمع اليمن. تقريبا يعني في بعض الدول مثل المملكة تساهم ب 400 مليون دولار أو أكثر، الإمارات، بقية دول الخليج، اليابان، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا كان دعمها يصل لحدود 200 مليون دولار بهذا الحدود. فيجمعوا ال 4 مليار ثم بعدين يوزعوها على هذه المنظمات تبدأ تنقذ الناس، سواء برنامج الغذاء العالمي او اليونيو او الاطفال او منظمه الصحه العالميه الى اخره، حتى يحافظوا على الحد الادنى في المجتمع، وهكذا مع بقيه الدول الاخرى.
تمام. طبعا لهم منظورهم الخاص، لكن احنا نتكلم عن قضية أنه الناتج المحلي إذا انهار هذا يدل على أن في أزمة في الدولة هذه نفسها. لكن خلونا نتكلم على الجانب التنافسي. الدول دائما تسعى، يعني الحكومات دائما تقيم نفسها من خلال هذا المعيار. هذا أول تقييم، لما نقول لك والله نسبة النمو مثلا في دولة مثل الصين 10%، في دولة مثلا مثل فيتنام اليوم نسبة النمو فيها مثلا 8%، في دولة مثلا مثل الهند اليوم 6%. فهذا معيار مهم جدا اللي هو معيار الناتج المحلي. طبعا تسألوني أنتم سؤال، كيف أنا مثلا لو عيننا الأستاذة حسن رئيسة وزراء وقلنا لها شوفي يا أستاذة حسن، أنت اليوم رئيسة وزراء، المطلوب منك فقط ترفعي الناتج المحلي من 4% إلى 8%. هنا سأسألك سؤال يا أستاذ حسن، ماذا ستعملين حتى ترفعي الناتج المحلي من 4% إلى 8%؟ رئيسة وزراء ممكن أشجع مثلا وزارة السياحة إنها تزيد المشاريع بحيث إنها يعني تجذب أكبر عدد من السكان من السياح. مثلا ممكن أستغل الموارد الطبيعية، مثلا أسوي مشاريع استخراج نفط غاز. ممتاز. خلونا الآن في اجتماع وزاري موسع، يعني فيه بقيادة الأستاذ حسن، وفيه عضوية 34 وزير. أنا أشتيكم عبر الشات كل واحد يكتب لي مقترح حتى نحسن الناتج المحلي. نفترض اليمن مثلا، نفترض إحنا دخلنا في مرحلة استقرار وعيننا الأستاذ حسن رئيس الوزراء، وإحنا الآن في اجتماع وزاري وطلبنا من كل واحد منكم كلكم كأعضاء الوزارة أعضاء مجلس الوزراء أن تقدموا مقترح. اللي عنده مقترح يكتبه لنا على الشات، لكن بسرعة في خلال دقيقتين. مقترح يعني يزيد من الدخل أيوه، يرفع مثلا. لنا من مستوى الناتج المحلي. يعني احنا الآن عندنا نسبة النمو 4%، نريد أن نرفعها إلى 8%. الأستاذة أشواق اعتمدت أسلوب البنك الدولي، ما قفزت إلا عند الأسعار ترفعيها استغلال الثروة السمكية والموارد الطبيعية، تشجيع السياحة، ضبط الأمن الداخلي، إنشاء شبكة طرق حديثة. ممتازة يا أستاذ هاني، أستاذ هاني ممتاز. استثمار الثروة السمكية بالشكل الصحيح، ممتاز أستاذ بدر. مواكبة أحدث التقنيات الحديثة، هذا التحول التقني جميل يا هاني. أنا سأنتقي أفضل 2 أو 3 مشاركات يشرحوا لنا حقوق المشاريع، لكن أنا منتظر أن البقية يشاركوا. عندي الآن 33 وزير، عندي الآن 33 وزير. نجمع جميع الشراكات العالمية ونفتح لها فروع أساسية. يا سلام يا سلام، نشجع الاستثمار الخارجي فعلا، قل للشركات العالمية تعالوا استثمروا عندنا. ممتاز. السياحة والأمن الداخلي جميل يا بشار. تشجيع الصناعات المحلية ممتاز. وإن بقيت الوزراء 33 وزير، سأتكلم بالاسم على كل واحد منكم. عندي إيلات، عندي ريم، عندي وين البقية؟ أفنان، فاطمة، بسملة، ابتسام، منير، هاني، الزبير، ما شاء الله، يعني أكرم. عندنا يعني مجلس وزاري ضخم جدا. تطوير التعليم، برافو عليك يا هاني، برافو عليك، وضعت يدك على الجرح يا هاني. هذا قلب لك. دعم المشاريع الصغيرة، أحسنت يا إيلاف، أحسنت، ممتاز. أنا داري أنك مركز على الأمن يا سيد بشار، أدري الأمن مهم جدا، الأمن والاستقرار بالبلاد عشان الناس تستثمر وتجي سياحة أكثر، يفتح أكثر، ممتاز. السؤال، سأعيد السؤال، نحن نسبة النمو عندنا في اليمن مثلا نفترض أن استقرت الأمور وعيننا الأستاذ حسن رئيسة وزراء ونسبة النمو 4%،
هي اتخذت قرار أن ترفعه إلى 8%، ثم جمعتنا نحن كلنا أعضاء الوزارات مسؤولي الوزارات وتريد مننا مقترحات عملية حتى نرفع نسبة النمو إلى 8%. نفرض ضريبة أساسية في التجارة الداخلية والخارجية، يعني لا بأس، لا بأس، الضريبة مهمة بس تحتاج لها شيء من الذكاء والاستثمار. تشجيع دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في البلد. جميل جميل يا عمر، وين بقية الشباب؟ ألو، هل تسمعوني؟ تشجيع دكتور، الصناعات الداخلية. نعم تفضلي. ممكن أنقص مثلا نسبة الضرائب عشان أشجع المشاريع الداخلية أو الاستثمار الداخلي؟ ممتاز ممتاز جدا. تطوير بنية الجيش والدفاع للدفاع عن مصالح البلد وتأهيب العدو لعدم الخوض في الحروب التي توقع على اقتصاد البلد في هاوية الكساد وركود الاقتصاد. جميل. صراحة بدر وزير الدفاع، قد وقدوده كما يقال. تأسيس بنية تحتية، ممتاز جدا. مشاريع سياحية، جميل. أيوة، إذا خلونا نقف عند نقطة. أنا سأختار تشجيع الصناعة الداخلية والاكتفاء الذاتي، توفير الأمن. أنا سأختار مثلا من أوائل المشاركات رفع الأسعار لفترة معينة. تفضل يا أستاذة أشواق، اشرح لنا هذه الفكرة، كيف سترفع الأسعار ورفع الأسعار سيساهم في النمو والنتج الفني؟ يعني أنا فكرت في زي كذا، يعني إذا في ارتفاع في الأسعار فالمستهلكين حيشترون، في ذي الحالة حترفع، يعني حيزداد قيمة الضريبة. جميل جميل. أيوة، برضو من المشاريع المهمة تشجيع الصناعة المحلية. الأستاذ هاني تفضل شرح مسؤوليتك. تشجيع أول شيء الأمن، الأمن والاستقرار ضروري من أهم المشاكل اللي تعانيها اليمن بشكل خاص يعني. فالاهتمام بهذه أول شيء قبل الاستثمار، قبل كل شيء. إذا استقر الأمن وثبت الاستقرار، فكل شيء بعدين بالسهل إنه يأتي. لكن إذا ما فيش أمن، ما فيش في مشاكل، في حروب، فمستحيل انه يثبت الاقتصاد الداخلي والاستثمار الداخلي والخارجي بنفس الوقت. الشيء الثاني ممتاز. تشجيع الصناعات الداخلية، يعني كخفض الضرائب والتسهيلات، مثلا إقامة مناطق صناعية مجانية، ومثلا المستورد، الحاجات المستوردة اللي تنافس الصناعات المحلية، ممكن واحد يزيد جمارك الضرائب عليها عشان تكون أغلى من المحلية، ويكون تشجيع للمحلية، يكون المشتري يشتري المنتجات المحلية أحسن من الخارجية. ممتاز كذلك ممتاز. تطوير التعليم اللي هو أهم شيء جنب الأمن. يعني التعليم إذا في أمن وأمان وما فيش تعليم، ما فيش أي فائدة. فضروري التعليم يكون، يعني المجتمع بشكل عام يكون متعلم، مواكب كل شيء حديث في العالم، يعني اتصالات، تقنيات، صحيح، أحسنت كمبيوترات، كل هذه الأشياء يكون ملم أحسنت بكل شيء. أحسنت أستاذ هاني. الاستثمار في التعليم هو يعني من أهم النقاط. يعني أي دولة تريد أن تعمل اقتصاد، أولا الأمن. فإذا انتهت من الأمن، النقطة الثانية طبعا يحدث نوع من الاستقرار، مش ضروري إنه ما فيش جريمة ولا لا، هذه طبيعية موجودة في كل الحالات، لكن المهم أن الحروب والأحداث وكذا تستتب. النقطة الثانية التعليم، التعليم مهم جدا جدا. النقطة الثالثة عند هذا المشارك اسمه، ما يظهرش عندي، تأسيس بنية تحتية. يمكن تشاركنا تأسيس بنية تحتية. أنا عملت لك رسالة اللي حق الاسم AACOTAH، هذا الاسم الطويل العريض. شرحنا ماذا ستعمل البنية التحتية، كيف ستحسن من نسبة النمو. البنية التحتية مهمة جدا، البنية التحتية مهمة جدا.
في تعزيز نسبة النمو. تعزيز أكثر معايا؟ أي نعم، تفضل. طيب بالنسبة للتأسيس، تأسيس البنية التحتية تهدف أشياء كثيرة، من ضمنها تأسيس بنية تحتية في البري أو في البحري، اللهم صل على، أيوة، كالأسماك، ممتاز، تعزيز يعني اقتصاد الأسماك، أشياء يعني زي جميل طاقة، جميل صناعة. جميل. أنا الآن لما أعمل مثلا ميناء، خلاص شكرا جزيلا، أنا لما أعمل الآن ميناء هذه بنية تحتية، لما أعمل خط سفلت بنية تحتية، لما أعمل كهرباء هذه بنية تحتية، بعدين لو دعيت أنا شركة يأتوا يصنعوا، سيأتوا يصنعوا عندي، يوفروا لي فرص عمل وأستورد وكذا. أنا أعطيكم مشروع، المشروع ما حدثتكم عنه سابقا. كنا عملنا دراسة في 2012 تقريبا، وقدمناها للصينيين على أساس أنهم سخانات، عرفتم السخانات، هذه سخانات المياه اللي في البيوت. قلنا لهم يا جماعة أنتم الآن قدرونا من الصين الكنتيرة الواحدة من قرابة 200 سخانة، لأنه يعني إطار السخانة هذا الألمنيوم ولا الفيبر الكبير هذا يعمل لنا مشكلة، فلماذا لا نعمل معمل ندرب فيه الشباب في عدن، وفقط كنا تصدرون هذا المادة التي تسخن فقط هذه القطعة الصغيرة، تعطوني الوح فلتر الفلتر الفلتر هذا الصغير يعني يحول الكهرباء إلى مادة ساخنة. والشباب في عدن عمل لهم عمل هناك مصنع، المصنع هذا من الألمنيوم ولا من أي مادة المواد، هذا الإطار بدل الكنتيرة ما تحمل 200 سخانة من الصين وتوصلها لعدن وبعدين تصدرها للشرق الأوسط وإفريقيا، ستحمل قرابة 5000، لأنه هذا عبارة عن قطعة صغيرة جدا، كرتون صغير جدا، ستحمل الكنتيرة 5000 قطعة. شوفوا كم وفرنا حق النقل البحري من داخل الصين. أنا في عدن ماذا استفدت لما صنعت؟ أنا أولا وفرت أوجدت فرص فرص عمل. عمل، أوجدت فرص عمل للشباب، ونقلت التقنية لعندي. اليوم الشباب سيتعلموا ماذا صناعة الغلاف، بكرة ثالث سيطلع منهم واحد نابغة ويتعلم صناعة التقنية، 4 5 سنوات أنا ممكن أصنع التقنية داخل البلد وأبدأ أصدر للعالم. دخلت عملة صعبة، من الآن الفارق هذا الذي أنا أصنعه، أنا أصدر، سأصدر لإفريقيا، أصدر للشرق أو أصدر لأي مكان آخر، أنا مباشرة سأدخل عملة صعبة البلد، لما أدخل عملة صعبة البلد فيرتفع قيمة الريال اليمني، وهنا سأعمل على نمو اقتصاد البلد. يقوم مشروع صغير جدا صناعة السخانات، ذكرنا الموضوع، هذا ما يحتاج له لا تكنولوجيا ولا أي شيء، ودورة ندرب الشاب فيها لمدة شهر شهرين 3 أشهر ويشتغلوا اليوم الثاني مباشرة، بالذات الشباب اللي هم شغالين في الورش أو اللي هم خريجين معاهد مهنية وعندهم أبجد هوز تعامل مع المعدات المهنية هذه مثلا. مسألة سهلة وبسيطة جدا، تصوروا لو عملنا 1000 مشروع، لو عملنا 1000 مشروع من هذه المشاريع، مش كلها سخانات، تكلم عن سخانات، تكلم عن ألعاب أطفال، تكلم عن اكسسوارات التليفونات، تكلم عن اكسسوارات الحواسيب مثلا، الاكسسوارات بس مثلا الأشياء المهمة هذه، وصنعناها وفرنا عليهم حق النقل البحري، كم سنوفر فرص عمل؟ آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من فرص العمل، ونتحول إلى دولة منتجة، ومع السنوات سنتحول إلى دولة صناعية، يعني صناعية بالمفهوم العلمي، لكن تبدأ تصنع المواد الأولية بشكل معين، لأن الدولة الصناعية هي لها معيار علمي أصلا معقد وكبير جدا. المعيار العلمي الخاص بالدولة الصناعية هي الدولة التي تصنع المصنع الذي يصنع. فهمت التعريف العلمي؟ الدولة الصناعية في علميا هي الدولة التي تصنع المصنع الذي يصنع، يعني هي الدولة التي تصنع المصنع الذي يصنع السيارة، هي الدولة يعني التي تصنع صناعة عالمية، الصناعة بالمفهوم الأكبر، يعني يعني صناعة هي الدولة الأجهزة المعقدة واللي تصنع السيارات تقريبا. لا اللي تصنع المصنع، الدولة الصناعية هي اللي تبني المصنع، هي اللي تصلح المصنع، يعني صنع مثلا أنا الآلة الآن هي تصنع الآلة، يا سلام عليك، أنا الآن أشتري أصنع كمبيوترات، فلو صنعت أنا كمبيوترات لا أسمى دولة صناعية، لكن أنا لو صنعت المصنع وبنيت الآلات التي تصنع الكمبيوترات، اللي تصنع أجزاء الكمبيوتر، صح؟
في برضو هنا ملمح طرحه هنا دكتور، واحد من الشباب. اي نعم تفضل. مثل اليابان في تصنيع السيارات، نعم. مثل اليابان في تصنيع السيارات. لا، مثل اليابان في تصنيع مصانع السيارات، يعني تويوتا تصنع سيارات، بس في شركة أخرى يابانية هي التي تبني لتويوتا المصنع. بما أنه تجهزوا بالأجهزة اللي تصنع السيارة. أيوة، أنا سأتحول إلى دولة صناعية إذا صنعت السيارة من التراب، إذا دخلت تراب وأحجار وحولتها إلى سيارة، هنا سأتحول إلى دولة صناعية. لكن كونني أني أذهب إلى دولة وآتي بالحديد وأذهب إلى دولة وأشتري المعدات والآلات التي تصنع السيارة ثم أصنع السيارة، هذا يسمى تجميع وليس تصنيع. يعني التصنيع هو بداية صناعة الشيء من الصفر. يا سلام، مثل ما ذكر زميلكم هنا، قال مثل تصنيع مواد الخام أو تستخدم مواد الخام للتصنيع ما قبل المواد الخام، العناصر الأولية في الطبيعة، التراب، الأحجار، المياه، المواد الطبيعية، أني أحولها إلى سيارة، هذه دولة صناعية. ولكن الدول الصناعية محدودة، 7 دول صناعية، تمام، هذه الدول الصناعية. طبعا وهذه عملية طبعا لها معقدة وطويلة وتحتاج لها إلى وقت طويل من استنباط التقنية واستيرادها. يعني أنا شرحت لكم فقط الصين على ضخامتها، لم تستطع أن تصنع الهواوي لأنها لا تمتلك المصانع التي تصنع الرقائق الذكية. التي تمتلك هذه المصانع هي هولندا، الدولة الصغيرة التي لا يلتفت لها. لكن هذه عملية طويلة جدا. لكن احنا في بداية النمو، أو نريد أن نحسن النمو، نركز على الأمن، نركز على التعليم، نركز على الصناعات التجميعية الصغيرة، نركز على المشاريع الصغيرة. يعني هذه الأشياء كلها منظومة كاملة جدا تقدمها الدولة. السياحة كذلك، ممكن تستثمر في السياحة، لما عمل مثلا خط زفلت إلى إب، ولا عمل قطار مثلا إلى إب، من عدن إلى إب مثلا قطار سريع. هنا سيأتي سائح مثلا إلى عدن، يحجز لك غرفة في الفندق، وبعدين يقول لك والله اليوم خلينا نطلع ثم النهوة في إب، خلال نصف ساعة وهو داخل إب. لا شك أن هنا السياحة ستزداد، وممكن يعطيك في السنة مثلا 4 5 مليون 10 مليون سائح. وتصور لو كل سائح أنفق عدة عشرة، هذا أنفق عندك فقط $1000، تصور كم سيكون دخلك من السياحة. $1000 في 10 مليون، أنا أتحدث عن قرابة 10 مليار دولار، يعني هذا ما يعادل ميزانية اليمن. ولا تريد أمثلة؟ أمثلة لماذا؟ إذن أدركنا ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي. شباب أيوة فعلا، يعطيك العافية. ممتاز. نعم يا دكتور، هو اللي دخل الشعب مع الحكومة ودخل الفرد مع الحكومة. يعني هو الدخل هو ما ينتجه المجتمع كله، حكومة ومجتمع بشكل عام، من سلع وخدمات خلال سنة واحدة. جميل، هذا الناتج المحلي الإجمالي. خلونا ننتقل إلى الإنفاق الكلي. ما هو الإنفاق الكلي؟ من يقرأ لنا هذه الشريحة؟ من يتطوع بقراءتها؟ أقرأ دكتور. تفضلي. الإنفاق الكلي طلب المجتمع الكلي، ويتكون من طلب القطاع الخاص على السلع الاستهلاكية والاستثمارية وصافي الطلب الخارجي، الصادرات ناقصاً الواردات، خلال سنة واحدة معينة. ولتوصيف العلاقة بين المؤشرات الثلاثة السابقة لابد من خلاص دراسة ما يسمى خلاص، نقف عند الإنفاق الكلي. عندنا ما يسمى الناتج المحلي، وعندنا الدخل المحلي، تمام، وعندنا الإنفاق الكلي. الإنفاق الكلي باختصار شديد، نحن كمجتمع كم صرفنا فلوس هذه السنة؟ الناتج المحلي كم أنتجنا من سلع وخدمات؟ الإنفاق الكلي كم صرفنا فلوس؟ طبعا من الذي سيصرف فلوس؟ اثنين أشخاص موجودين داخل البلد، الحكومة والمجتمع. جيد، سواء على سلع استهلاكية أو استثمارية. الدولة هل تصرف على سلع استهلاكية؟ من يقول لي هل الدولة تصرف؟ لا، مثل ماذا؟ مثل لا رواتب تصرف على مواد الموظفين، السلاح بعد السنة. نعم، مثل رواتب الموظفين الحكومية في الدوائر الحكومية.
يعني مثلا خلونا نقول من السلع الاستهلاكية الدولة تشتري 10 دباسات على أساس توزع لكل وزارة دباسة، هذه سلعة استهلاكية. اشتري أوراق لمكاتب الوزارات، اشتري حاجات كثيرة جدا، أثاث للمكاتب، هذا كله سلع استهلاكية. مثل ما أنا كفرد أشتري مثلا الولد دباسة، أشتري له مثلا دفاتر للدراسة، أشتري له مثلا ملابس، هذه كلها سلع استهلاكية. جميل. الدولة تصرف على الاستثمار والمجتمع يصرف على الاستثمار. الدولة قلنا تستثمر مثلا في بناء المدارس، في شق الطرقات، في الموانئ، في البنى التحتية بشكل عام، أو حتى حين يكون عندها صندوق سيادي تستثمر فيه، أو شركات استثمارية مثل الكهرباء والتليفون إلى آخره. وكذلك أنا أستثمر، قد أشتري أرضية وأستثمر فيها، ولا أفتح لي فانوت، ولا دكان، ولا مول، ولا مصنع، ولا شركة. جميل. إذا الطلب الإنفاق الكلي هو ما ينفقه المجتمع، تمام، على السلع وعلى الخدمات خلال سنة واحدة. كيف تحسب؟ هذه قصة خلونا نمشي فيها شوية شوية. وصل مفهوم هذا بالنسبة للإنفاق؟ ايه دكتور، ممتاز. في عندي يبقى هنا الدخل المحلي. إجمالي الدخل المحلي الذي هو عبارة عن ماذا؟ ما صافي يكسبه دخل المجتمع. الفرد، صافي صافي دخل دخل الفرد، صافي دخل الفرد مع صافي دخل الدولة. ايه يعني الدولة كم كسبت أموال هذه السنة؟ والله كسبت من الضرائب، كسبت من الاستثمار، تمام، بيع البترول، بيع كذا كذا، والله جمعتها قرشين تقريبا 100 مليار دولار ولا 50 مليار دولار ولا أكثر ولا أقل، كل دولة على حدة. أنا كفرد كم هذا الدخل؟ والله بالنسبة لي مثلا راتبي 1000 ريال، وكان عندنا مساهمة في مشروع استثماري كسبنا أرباح فيه وكذا، وقدمنا بعض الخدمات كسبنا فيها أرباح، كم على في السنة؟ تقريبا 15 ألف ريال أو 20 ألف ريال. إذا هذا إجمالي دخلي. لما نقول إجمالي الدخل المحلي، لا، لابد ما يجمع 15 ألف ريال اللي عندي مع 100 مليار اللي عند الدولة، تجتمع 100 مليار 16 ألف ريال. إذا هذه إجمالي إيش؟ الدخل. ممتاز. اوكي دكتور، صح. الآن في عندهم حاجة يسموها، خلونا نقفز لها بسرعة، اللي هي يسموها التدفق الدائري للدخل. التدفق الدائري للدخل. الاقتصاديون هم دورهم يقللوا هذه المواضيع ويقولوا كيف نحسبها؟ يعني أنا أدرك أن حسن وهاني وبدر يدركوا أن الدولة عندها دخل والفرد عنده دخل، بس يقول لك يا أيها الاقتصادي كيف نحسبها حتى نبين كم دخل الدولة أو كم دخل المجتمع هذا. نقول له شوف، في حاجة وضعوها علماء الاقتصاد ما يسموها التدفق الدائري للدخل. أول حاجة نأتي بإيش؟ بخدمات عناصر الإنتاج. من يقدمها؟ القطاع العائلي، الأسر. الأسر تقدم لنا عناصر الإنتاج. قلنا لكم هذه النظرة الكلاسيكية القديمة، أرض وعمر ورأس مال وتنظيم. إحنا خلاص اختصرناها إلى عنصرين أساسيين، من يقول لي ما هما؟ عناصر الإنتاج. نقطة مهمة جدا، ما هي عناصر الإنتاج؟ هذا سؤال في الاقتصاد، الذي ما يفهمش هذا السؤال معناته ما درس اقتصاد. هذا لابد ما تحفظه حفظ. ما هي عناصر الإنتاج؟ يعني لما أنا تقول لي أنا درست لغة عربية، أقول لك ما هي حروف اللغة العربية؟ أقول لي ما أعرفش. أقول لك كيف درست لغة عربية؟ الموارد المالية والعمال والأيدي العاملة، هي 4 عناصر مكتوبة ومسجلة قدامكم الشاشة الآن، يمكن تشوفوها. الأرض والعمل ورأس أربع. المال والتنظيم. أيوة، بس إحنا الآن في النظرة الاقتصادية الحديثة اختصرناها إلى عنصرين اثنين، العمل ورأس المال. الأرض ضمنها على رأس المال، والتنظيم ضمنه على العمل، يعني واختصرناها عنصر العمل. بشري وعنصر طبيعي. يا سلام، عنصر عمل وعنصر رأس مال. العمل فيه الخبرة، فيه البشر، في إلى آخر، ورأس المال اللي هو الأرض والماء والخشب والمسامير وجلد المساعدات، يعني كلهم موجودين داخل رأس المال. أوكي. إذا عندي إيش؟ أول حاجة ماذا يقدم القطاع العائلي؟ يقول يا جماعة الخير أنا أقدم لكم حاجتين. مثل مثلا لا عند الحاج هاني، يا حاج هاني إيش بقى تقدم لي يا حاج هاني؟ قال يا أخي أنا سأساهم في الإنتاج في البلد، أنا أقدم لكم 2 أولاد، إذا هذا قدمنا عنصر إيش؟ عمل. والله وعندي قطعة أرض أنا أجرها عليكم ولا أبيعها عليكم. ممتاز. إذا ذهبنا عند الحاج هاني وقدم لنا 2 الأولاد حقه، ما شاء الله معه 2 أولاد عفاط، تمام، يعني أقوياء، وقدم لنا إيش؟ قطعة أرض. ممتاز.
يأتي بعدين ما يسمى بالقطاع الإنتاجي. من هو القطاع الإنتاجي؟ اللي هم المستثمرون المنتجون، ناس مستثمرين، فيأخذوا الاثنين الشباب أو الأذهاني ويأخذوا قطعة الأرض ويبدأوا ماذا؟ ينتجوا. هذا المربع الثاني، تمام؟ يبدأوا بعملية الإنتاج. طبعا عملية الإنتاج ماذا تقدم لنا؟ تقدم لنا أرباح، إما أنهم يستأجروا مثلا من هاني الأرضية فيعطوا إيجار ويدفعوا أجور كذلك لأولاد هاني الاثنين ما شاء الله، ويقدموا مثلا فوائد، مثلا حيث قدمت لهم قرض بفائدة مثلا، أو مثلا بدر شاركهم فقدموا له أرباح مشاركة. لكن في الحقيقة هذه كلها نسميها كلمة واحدة اسمها عوائد. إذا دخلنا في البداية عناصر إنتاج الأرض، عفوا العمل ورأس المال، والقطاع الإنتاجي اللي هم المستثمرين، جابوا لنا نهاية السنة إيش؟ عوائد. عائد. يا سلام، أيوة، هذه العوائد بالنسبة لنا نحن. لكن ماذا قدموا للمجتمع ككل؟ قدموا لنا هذه المرحلة الثالثة اللي هي السلع المنتج النهائية النهائي. وخدمات. أيوة، سلع نهائية وخدمات. إذا الأولاد هاني وأرضية هاني الذي استثمرتها حسن حولت إلى ماذا؟ سلع نهائية وخدمات. صحيح أنه هاني أولاده استفادوا أجور وأرضية استفادت إيجار، لكن إحنا بقية المجتمع بالكامل استفدنا سلع نهائية. إيش أنتجت يا حس؟ قالت أنا عندي مصنع مياه وأنتجت لكم مياه. جزاك الله خيرا، إذا نحن نأتي نشتري منك. إذا نأتي نحسب القيمة النهائية اللي هي ما يسمى الناتج القومي، مجموع قيم السلع النهائية والخدمات. وهذا هو المهم. فهمتم أنا اللعبة كيف تدرجت؟ يأتي بعدين دكتور الاقتصاد يقول يا جماعة الخير نشوف كم أنتجت حسن من مياه. كم أنتجت يا حسن من مياه خلال السنة الواحدة؟ قالت والله أنا أنتجت تقريبا قرابة 1000 كرتون. كم قيمة الـ1000 كرتون؟ كرتون 15 ريال. إذا قيمة الإنتاج القومي 15000 ريال. هل أنا حسبت مثلا أجور الأولاد حق هاني؟ لا. إيجار الأرضية؟ لا. الأرباح التي عادت وزعتها؟ لا. هل كذا؟ لا. أنا أنا في الأخير حسبت، حسب، أنتم احسبوها الله أنت يعينكم، لكن حسبتها أنا فقط، بالنسبة لي يعني أنا ما أيوه بطلع سعر المال بالطريقة هذه إلا قدو أنا خصمت منها الأشياء اللي أنا خسرت عليها، صح؟ طبعا بلا شك. أنت قالوا ما يصلي إلا طالب مغفرة، يعني ما حتشتغلي وتستنفري لو عندك أرباح. فأنا بالنسبة لي كاقتصادي مطلوب مني، كلفتني الدولة أني أطلع لهم الناتج القومي، أنا طلعت لهم الناتج القومي للسلع والخدمات. لما خلصت ورفعت التقرير وسلمته لرئيس الوزراء، تمام، حدثت لي مشكلة أخرى. قالوا لي يا أخي الكريم، ريم العزي عندها مصنع آخر في الصين. معقولة؟ أيوة، تبيع العقيقة اليماني هناك، تجي تشل الحجار من عندنا وتصير تصنع هناك في الصين وتبيع. قلت لهم وأنا مش دخلني في ريم؟ قالوا لا، أصل المال هذا هو مال يمني، وهي حسابها موجود عندنا في البنك وتذهب وتيتي، لكن مقر الشركة حقها في اليمن. ومشكلة، إذن مشكلة معقدة جدا. يعني أنا كيف أحسب العمال الصينيين وأحسب الكذا وأحسب الكذا؟ بالأخير أنا أذهب إلى عند ريم للشركة، ممكن نسخة من حسابات الله يكرمك يا أستاذ ريم؟ قالت تفضل ما تشي يا دكتور. لا والله بس الجماعة كلفوني في الحكومة أحسب لهم الناتج القومي. أنا في الحقيقة حسبت المصانع اللي في البلد كلها، طلعت في البلد كلها عبارة عن مصنع حسن حق المياه، وطلعت 1000 كرتون وطلعت لي 15000 ريال. لكن أنت كمان تتبيعي من عقيق للصين؟ قالت والله أنا أبيع تقريبا سنويا حدود 200 كيلو نحوله على شكل ختام ومدري إيش ورابط من هذه الأشياء. كم مبيعاتك؟ قالت مبيعاتي قرابة مثلا 20000 ريال. إذا ممتاز، أنا بدأت أحسب ماذا؟ حق ريم. فطرحنا 20000 و15، كم الإجمالي يا شباب؟ 35 35. أيوة، فقمت رفعت التقرير للأخ رئيس الوزراء. قال لي يا أخي الله يهديك يا دكتور كمال، إحنا كنا نظنك أنك يعني قد متقن لقضية تحسب لنا الناتج القومي، الباقي معك حاجة أخرى؟ خلاص تغريد عن ذلك تعمل تغريد؟ قلت لا والله ما أدري. تغريد يا أخي الكريم تستورد دفاتر للطلاب من الخارج، ولما تستورد دفاتر خرج علينا من العملة حقنا للخارج، تمام. فهنا يحدث انخفاض في ماذا؟ في الناتج القومي. أوه والله مشكلة. يعني يكلموا تغريد تصنع ما يسموه دفاتر في البلد توفر علينا الدولارات،
لا هي تكلمنا هذا ما فيش غابات، ومعك 3 أشجار في وادي مور وأربع أشجار في برع خلينا محمية، من لها أشجار حتى تصنع أوراق؟ فغادي يعني تستورد من واردات. إندونيسيا. أي نعم، فنبدأ نحسب قضية إيش الواردة. أدركنا الموضوع الآن؟ إذا أنا يعني حسبت ما ننتجه في المجتمع، حسبت ما الذي يخرج من عندي، وحسبت كذلك إيش الذي يأتي لي من استثمارات الخارجية فيطلع عندي ما الناتج يسمى. القومي، سوري دكتور، يعني الناتج القومي هو مقدار ما تنتجه أنت داخل دولتك، والدخل القومي مقدار ما ينتجه اللي هم أصلا من الدولة خارج دولتك، صح؟ كلمة نسيتها، الناتج المحلي ما أنتجه داخل دولتي، الناتج القومي ما يمتلكه أبناء بلدي سواء أنتجناه داخل البلد أو خارج البلد. يعني العكس، الدخل القومي اللي أنت تنتجه داخل البلد، الناتج القومي هو اللي داخل واللي برا. المحلي محلي، والقومي اللي داخل واللي برا. أوكي، طب والدخل القومي إيش هو؟ الدخل القومي ما نكسبه نحن، يعني في اليمنيين مثلا أو السعوديين أو المصريين، خلينا نتكلم عليهم. نحن اليمنيين مثلا كم عددنا السكان؟ 30 مليون. كم دخلنا السنوي؟ احنا كيمنيين بغض النظر سواء اللي مصانع اللي في اليمن واللي خارج اليمن، واللي دخلنا السنوي حدود 100 مليار دولار. إذا ممتاز، هذا يسمى الدخل القومي. لا، سبلي لي دخل اليمن، خليكي من حق إلى في اللي خارج في الصين، هذا قد ربما يجي لنا من قرشين وقد ربما يبقى له هناك في الصين يستثمر. طلعي لي الناتج المحلي فقط، تمام؟ تقولي الناتج المحلي، اذا نحسب لك اللي داخل. فالناتج المحلي هو الذي داخل فقط، تمام؟ اوكي والناتج القومي الذي داخل والذي خارج. فالقومي يعني من القوم، والى ثمود اخاهم، وقوم عود اوكي وقوم عاد، يعني اللي هم ابناء حقنا. لكن الناتج المحلي ما ننتج احنا داخل البلد بشكل عام. يعني الناتج عرفت؟ المحلي والدخل القومي والواردات والصادرات كله تحت، يندرج تحت قائمة الناتج القومي. لا صحيح، يا سلام عليك. الناتج القومي أكبر من الناتج المحلي، برافو عليك. شكرا الناتج دكتور. القومي أكبر من الناتج إذا عرفنا كيف الآن حللناها لكم وفصلناها، يا لأننا دكتور، في المحاضرة. تفضل. الناتج القومي أكبر من الناتج المحلي، فلو كان في أجانب يستثمروا في البلد، هل هذا يعتبر ناتج محلي أو لا يدخل من ضمن الناتج المحلي؟ ايوه، اذا كانوا يستثمروا في البلاد، ما دامت اموالهم واستثماراتهم في البلاد فهذا يعتبر ناتج محلي، قد يكون تمام؟ الناتج المحلي أكبر من الناتج القومي، يعني ممكن أن لا بلدنا لا لا مثلا يستقبل استثمارات أكبر من اليمنيين اللي يستثمروا برا، فاهم؟ لا، ما يمكن هذا الكلام، لاني انا ساطرحهم هؤلاء الاجانب ضمن الناتج المحلي. يعني مثلا جيت شركه ابل الامريكيه وفتحت مصنع في المكلا، تمام؟ وكان عندي الناتج 10 مليون، لما جاءت بشركاتها وزعت لي رواتب للعمال و الى اخر، ارتفع الناتج عندي من 10 مليار الى 15 مليار. بس هذا يسمى أرباحهم لا تدخل ضمن الناتج القومي لأنهم مو مضمونين، ما هم من أهل البلد. ارباحهم اذا خرجوا خارج البلد خلاص، انا لن احسبها في الناتج المحلي، لكننا ساحسب ما وزعوه عندي في البلد، لاني قلت لك أقصد انه الناتج فارق. القومي وليس المحلي. ايوه، بعدين ستقول لي انت الان يا دكتور حسبت لنا حق ابل وهذا كله ناتج محلي، هذا كله 15 مليار دولار. اقول لك عاد باقي معك هاي السعيد عنده شويه شركات الزيوت في ماليزيا بنحسبها، وعاد باقي معك مثلا العمودي بنحسب باستثماراته اللي في اثيوبيا وكذا، خاصه انه ايش يوردها لعندي، يوردها لعندي للبلد، ويعني مقر الشركه عندي في البلد، يعني مش انه خلاص راس مال مهاجر ما لي اي علاقه فيه. يعني مثلا هاي السعيد في عنده شركات خارج اليمن، لا اعتبرها من الناتج القومي لانه ليس مقر الشركه عندي ولا رصيد يصنع عندي، تمام؟ ولا لي اي علاقه فيه. هذا يسمى راس مال وطني مهاجر، انتهى الموضوع. لكن مثلا بسكوت ابو ولد للشركه هذه الوطنيه كذا، فين مقرها؟ قال مقرها في تعز. ممتاز، مع ان لها استثمارات في الخليج ولها استثمارات في مصر ولها استثمارات في كل مكان، لكن الارباح كلها تاتي لين إلى تعز، وأنا من خلال هذه الأرباح يخرج الزكاة في تعز. إذا ممتاز، هذا ناتج قومي. لكن مصانع النخيل، زيوت النخيل حق هاي السعيد اللي موجودة في ماليزيا، مقرها في ماليزيا، كذا ماليزيا، عائداتها ماليزيا، زكاتها في ماليزيا، هذا مش ناتج قومي. هذا صحيح إنه ابن البلد، لكن هذا رأس مال مهاجر فلا أستفيد منه. عندي مثلا اللي هي استثمارات الدولة، الصندوق السيادي،
الصندوق السيادي مثلا انا مستثمر كدوله، مستثمر في ماليزيا، مستثمر في كندا، مستثمر، الارباح ستعود الي، تمام، والفوائد ستعود الي، اذا هذا يعتبر من الناتج القومي او من الدخل القومي. اذا عرفنا نميز ما بين الدخل القومي وما بين الناتج القومي والناتج المحلي. أي دكتور. ممتاز. اذا خلينا نمشي بعدها. اذا نخلص الى انه يقول لك الناتج القومي من السلع النهائية والخدمات، والدخل القومي هو دخول عناصر الإنتاج بشكل سريع. أيوة، في عندي اللي هي الدخل القومي، هتدخل بعدين في العملية المعقدة كلها، يعني هتدخل في القطاع الحكومي وقطاع العالم الخارجي وقطاع السوق المالي وقطاع العائلي وقطاع الإنتاجي. بدأت الأمور تتعقد علينا شوية. قبل شوية أنا كنت أحسب حساب من إيلاف وحسن، الآن بدأت أحسب أشياء كثيرة جدا. أول حاجة بدأت أحسب الإنفاق الاستهلاكي الخاص. أخذ ورقة وقلم وأسأل أفنان: يا أستاذ أفنان، كم أنفقتم هذه السنة؟ يلا أحسب لي. وضغط: إحنا أنفقنا على الطعام كذا، على الملابس كذا، على الدفاتر كذا، على لا 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 لا. طلعت كلها قرابة 100 مليار. أوه أكبر عليك، 100 مليار تصرفيها يا بنت الذين آمنوا، ماذا عساك أنت تعملها؟ طبعا أفنان تمثل مجتمع كامل، وإنما يعني نتصل بها المثل. ممتاز. بعدين نذهب لعند القطاع الإنتاجي، نقول له: الآن كم استثمرت؟ يقول: والله أنا استوردت، يعني استأجرت مثلا من أفنان أرضية، وأولادها الثلاثة جاءوا واشتغلوا معانا وإلى آخره، استثمر. ممتاز. وكم اقترضت من أموال؟ يقول لك: أنا اقترضت من السوق المالي، واقترضت كذلك من فاطمة بعض القروض الشخصية وكذا، وبدنا نستثمر. ممتاز. ماذا فعلت؟ قال: بعدين قدمت منتجات. هل دفعت ضرائب؟ قال: أيوة، بعتها وكسبت أرباح ودفعنا ضرائب. إذن الضرائب هذه تحول إلى الحكومة، فنحتاج نحسب صافي الضرائب. بعدين الحكومة نسألها: ماذا فعلت بالضرائب؟ قالت: والله أنا أنفقت. أيوة، مشكلة. إذن بحسب الإنفاق الحكومي. بعدين نجي نقيس كل هذا الصافي مع القيمة الوارد والصادر من العالم الخارجي، فتطلع لنا في الأخير هذه قائمة التدفق الدائري للدخل على مستوى الداخلي والخارجي. باختصار شديد هي كذا تدور: نحسب حق العائلة، ثم نحسب حق الشركات المنتجة، ثم نحسب السوق المالي، ثم نحسب القطاع الحكومي، ثم نحسب القطاع الخارجي. باختصار شديد نقول لهم: يا أيها الشعب، كم استهلكت هذه السنة وكم دخلت لنا من مصاري، بغض النظر من داخل ومن خارج. يقول الشعب: يا أخي، أنا استهلكت قرابة 100 مليار وأنا دخلت مصاريف تقريبا 110 مليار، هذه اللي دخلتها. إذا أنا عندي فيوض في حدود 10 مليار بس. اتصل. طيب واضح دكتور، سؤال الموضوع؟ لو سمحت. اتفضلي. سؤال دكتور، الشريحة التدفق الاستثماري هذا، التدفق الدائري للدخل، هذا بيكون في، يعني سوري، سؤال في الامتحان الفاينل بيكون فيه كذا مقالي بالطريقة هذه، مطلوب مننا ان احنا نرسم الهيكل هذا؟ لا 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 لا، بس هذه نبسطها لكم. أنا سأسألك سؤال في الامتحانات، أو حتكون أسئلة إن شاء الله أبسط من هذا بكثير جدا. يعني أسألك مثلا: كيف تحسبوا لي الدخل القومي لليمن؟ ستقولي: والله هو عبارة عن عندي 3 قطاعات، 4 قطاعات عفوا، اللي هو القطاع العائلي والإنتاجي والحكومي والخارجي. هنا سأحسب الدخل القومي، كم دخل، يعني كم ساهم من القطاع العائلي والإنتاجي والحكومي والخارجي، واطلع الصافي. طبعا حنمشي شويه شويه وحنجيب اكثر من وسيله لحساب. طبعا هذا كله معلش، لا، بمعنى مسائل رياضية؟ سوري دكتور، بس بمعنى مسائل رياضية ولا بمعنى يعني عدد، لا وضح، لا، اشرح. في مسائل رياضيه، في مسائل بس رياضيه، لكن يعني بيكون ال... في مسائل رياضيه، لكن ان شاء الله يعني نحاول نبسطها قد ما نستطيع. أنا انت عارفة دكتور، بس سوري، يعني أنا الحين في قرار إنه كان إحنا عندنا الامتحان بيكون وحيد، بحيث إنها تجي المسائل إحنا نحلها ونحط الناتج الأخير. بس الحين يقولوا إن في بيرجع المقال، فهل هذه المادة ضمن المواد اللي بيرجع فيها المقال، إن إحنا نعدد ونوضح ونبين ونحل المسائل تطبيق قوانين ونرسلها، ولا وحيد زي ما كان؟ إذا عندك علم يعني دكتور، سوري يعني. بنك الأسئلة متنوع ما بين تحليلي وما بين مقالي، تمام، وما كله الأنواع موجودة، تمام.
يعني كل أنواع الأسئلة موجودة، لكن من يهمني هنا بدرجة أساسية. أنا ممكن ألخص المحاضرة هذه كلها في دقيقتين واحدة ببساطة: كم تدخل الدولة هذه، بس كم هذه يسموها الناتج المحلي، كم تدخل، كم تنتج، وكيف نحسب الإنتاج. بس هي 3 أسئلة، هذه المحاضرة كلها حق اليوم بالمناسبة: كم ننتج، وكم نحسب، أو كيف نحسب الإنتاج. شكرا. جميل، تمام. خلونا نمشي الآن إلى كيف نحسب الناتج المحلي الإجمالي. أنا سأعمل هكذا خطوة للخلف. عرفنا إيش الناتج المحلي الإجمالي يا شباب، وعرفنا كيف نحسن من الناتج الإجمالي ونرفع من نموه، وعرفنا المكونات حقه من فين تطلع، من العائلة ومن المنتجين ومن ما اسمه الحكومة، والتفاعل الـ3 قطاعات: قطاع العائلة وقطاع المنتجين وقطاع الحكومي. إذا ممتاز، الآن حتسألوني سؤال، هتقولوا تمام، أنتم اقتصاديين كيف تحسبوا الناتج المحلي الإجمالي؟ وتعرفكم كم أنتجت ريم، ولا كم أنتج هاني، ولا كم أنتج. وقل والله أخي إحنا عندنا 6 طرق، عندنا 6 طرق لحساب الناتج المحلي الإجمالي. بأيهما اهتديتم؟ اقتديتم. بأي طريقة سلكت فيها ستصل إلى حساب دقيق للناتج المحلي الإجمالي. أنا جبت لكم على سبيل الدعابة والكوميديا في المحاضرة السابقة، قلت لكم إني آخذ ورقة وقلم وأنزل أحسب كم عندنا طماط، كم عندنا بطاط، كم عندنا سيارات، كم عندنا ملابس، كم عندنا خدمات إلى آخر، فأقول لكم هذه إنتاج البلد. طبعا هذه طريقة يعني خيالية، يعني من المستحيل إن احنا نعملها. لما نتكلم عن مثلا بلد مثل اليمن، سكانه 30 مليون واحد، هذا البلد يستهلك يوميا تقريبا 5 مليون كيلو طماط. كم جهدي وكم عندي من قدرة حتى أحسب لكم فقط الطماط ولا غيرها؟ لكن احنا دائما الاقتصاديين اختصرنا المسافة، قالوا عندكم طريقة الدخل، أو طريقة الإنفاق الكلي، أو طريقة الناتج النهائي، أو طريقة الناتج القومي الإجمالي، أو طريقة الدخل الشخصي، أو هذه كلها 6 طرق. نشوف واحدة من هذه الطرق. قال عندنا حساب الناتج بطريقة تكلفة عناصر الإنتاج أو صافي الدخل المحلي. أيوة، ما هي عناصر الإنتاج اللي عندي؟ من يقول لي ما هي عناصر الإنتاج؟ أنا قلت لكم هذه حروف اللي هي الاقتصاد. العمل والموارد ورأس المحسنة، المال. الموارد المالية والعمال. أم الأرض. ممتاز. العمل من خلال ماذا نعرف كم استهلكنا عمل؟ كم ساعات العمل التي أنفقت في اليمن في 8 من السنوات أو في المملكة؟ عندك كذا كذا مليون ساعة، تمام. ما هو النتيجة العمل؟ عندي أجور ومرتبات ومكافآت، صح ولا لا؟ إذا ممتاز، أطرحها هذه على شق، أطرحها على جنب. كم المرتبات التي استلمها اليمنيون في هذه السنة؟ قال استلموا تقريبا حدود 50 مليار، هذه المرتبات. قطاع من القطاعات الثلاثة طبعا، من القطاع الحكومي، القطاع الخاص، القطاع الخيري، للقطاع الثالث. بس ممتاز. أيوة، كم عوائد رأس المال؟ العنصر الثاني في عناصر الإنتاج ما هو إيش؟ رأس المال. كم العوائد؟ كم ربح لأهل سعيد؟ قال والله يا أخي أنا ربحي 10%، وأنت يا فاهم قال 5%، وأنت يا حباري، وأنت يا زعطان، وأنت يا فلتان، يعني كل التجار القطاع الخاص كله. كم عوائد رأس المال؟ وحتى الشركات الحكومية كم ربحتوا من أصحاب موبايلي، وكم ربحتوا من أصحاب يمن موبايل، أصحاب الكهرباء، أصحاب النفط، أصحاب. قال والله إحنا ربحنا أرباحنا تقريبا في حدود 100 مليار. إذا نجمع 100 مليار على 50 مليار يعطينا ماذا؟ كل ما أنتجنا. طبعا هنا حيفصل لك، يقول مية لك الأجور وخمسين والمرتبات. أيوه، هيقول لك الأجور والمرتبات، الأرباح التي يحصل عليها الموظفون ورجال الأعمال، عوائد رأس المال، إيجارات وريوع الأراضي، أي دخول أخرى، تمام، بقالات وإلى آخره. كم صافي الدخل المحلي؟ جميع هذه الأشياء. جميع هذه الأشياء. قال هو الناتج المحلي بتكلفة عناصر الإنتاج. هو الآن كم حجم عناصر الإنتاج التي دخلت في العملية الإنتاجية؟ يعني طبعا هذه الطريقة الأولى. يعني إحنا الآن لما أنتجنا علبة المياه هذه، ما هي عناصر الإنتاج اللي دخلت هنا؟ عنصر بالخدمات الإنتاج العنصر البشري والعنصر المالي، رأس المالي المال المالي والعمل. خلاص، لما أنا الآن لما أحسب كم أنتجت الأستاذة مثلا إيلاف في حقها مصنع المياه، أنا عندي طريقتين: إما
امسك باب المصنع واما امسك نهايه المصنع. في باب المصنع اي عامل يدخل واي عنصر يدخل انا احسبه. بعدين ما يهمني بعد ذلك انتجت كم، انتجت كم كذا، هذا ما يهمني. انا اللي اعرف انه دفعت للعمال في هذا المصنع 100,000 ريال في السنه، ودفعت لعناصر الانتاج 50,000 ريال في السنه. طلعت الناتج المحلي للمصنع ولا لا؟ إيه 150,000 ريال. إذا هذه الطريقة الأولى اللي يسموها إيش؟ حساب طريقة الناتج الدخل. بطريقة تكلفة عناصر الإنتاج، كم كلفتني عناصر الإنتاج، تمام؟ هذه الطريقة الأولى. أنا أجلس في باب المصنع عند الدخول، وخلونا مثلا نفترض أن حس ستجلس في باب الخروج، وإحنا ما نعرفش أصلا كم أنتجت أو كم تنتج إلى فين. فقلت لها حس شوفي، أنا بالنسبة لي سأحسب المدخلات، أنت تحسب المخرجات. أنا استخدمت هذه الطريقة فحسبت المدخلات، أمسك الكشوفات، ها كم دفعت لي الرواتب؟ قالت 50,000 ريال. كم دفعت لي قيمة المواد؟ الماء والكيمياء والأملاح والمعادن والمكاين وإلى آخره. قالت دفعت 100,000 ريال. إذا كم الناتج المحلي للمصنع؟ قيل 150. هذه الطريقة الأولى، أوكي؟ تمام. أيوه. في الطريقة الثانية طريقة تحس، قالت أنا بالنسبة لي ما أحسبش هذا الموضوع، سأحسب الصافين، تمام؟ وسنأتي لها بعد قليل، تمام؟ أنا سأحسب الصافين. طبعا هنا حيجي يقول لك إيش الأرباح وعوائد رأس المال، حيفصل في تفاصيل كثيرة جدا. أنا أقول لكم بصراحة هذه الأمور ما تهمنيش كثير، يعني أنا في الأخير ما نش يعني أنت اليوم كطالب لست متخصص في البنك في وزارة المالية تأتي تحسب كل هذه الأشياء كلها. أنت مهمتك الآن في المبادئ المادة أنك تفهم كيف الناس يشتغلوا فقط، في تفاصيل معادلات رياضية ورياضية متقدمة وأنظمة تحسب لك هذه التفاصيل كلها. يعني حتدخل تمسك يعني المحاسبين المتقدمين في وزارة المالية يحسبوها بشكل جديد جدا، تمام، بطريقة معقدة جدا. لكن أنا الآن فهمت أنه كم دخل للبلد من عناصر الإنتاج، هذا البلد عناصر الإنتاج كم كلفت، كم اللي اشتغلوا ودفعنا لهم رواتب وأجور، وكم عناصر الانتاج الاخرى اللي هي الحديد والمياه والعناصر والكيمياء والى اخره، وانفقنا عليها. اذا هذا كله الصافي طلع لنا الناتج المحلي للبلد. طب وصلت دكتور الفكره؟ معلش سؤال لو سمحت، ايش تفضل. يعني ضرائب على الارباح؟ يعني الضرائب اللي بياخذوها على ربحي ارجع اجمعها ضمن الدخل، لانه دخل حكومة ودخل فرد، صح؟ ايه لا هو في الاخير يعني الان لما ندخل في التفاصيل انا مش شايفكم تتوه في التفاصيل، هتغيب الصورة عنكم المشكلة ان يعني عندنا حسابي على هذا الشيء، يعني هذا لا لا السؤال لا في لا عليه حساب. لا 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 ما طب تعرفش أنتم. إحنا نمسك الأمور من مفاتيحها فقط. أنا سأسألك في الاختبارات سؤال، كيف تحسب الناتج المحلي؟ أقول لي والله هناك 6 طرق. الطريقة الأولى تكاليف الإنتاج، بس تكاليف الإنتاج اللي هي العمالة ورأس المال. العمالة هذه عندها مرتبات وأجور وحوافز وإلى آخره، ورأس المال عندك أرباح وعوائد رأس المال أو تكلفة رأس المال. باختصار شديد رأس المال حتدخل فيه حاجات كثيرة جدا، عندك مثلا الإيجارات، عندك الربح حق الأرض، عندك مثلا الأرباح، عندك حاجات كثيرة جدا تدخل في رأس المال، تمام، حتدخل في طيب تفاصيل ضمهم مع حتى بعض يا دكتور، العمالة زائد رأس المال. أنا لا 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 تدخلوش في التفاصيل، أنا أمسكوها في البداية وبعدين حندخل شوية شوية. أنا أخشى أنا أبعد هذه الشريحة المزعجة. أنت الآن نريد، أنا أشبه الدولة كلها على أنها مصنع مياه. مصنع مياه هذه المصنع اللي الخاص بالسيدة إله ببساطة شديدة. طلبوا مننا نحسب كم ينتج هذا المصنع. أنا جلست في الباب الأول باب الدخول، وحسن جلست في الباب الأخير باب الخروج. أنا ركبت لي كاميرا وأشوف، تمام، كم تدخل عندها من عمال وكم تدخل من مواد، وحسبتها كامل. فقلت لهم يا جماعة الخير، السيدة إيلاف تدخل عمال في حدود 50 عامل، وتكلفتهم السنوية تقريبا حدود 50,000 ريال مثلا، وتدخل مواد كذا كذا، مواد من الكيماويات والمعدات وإلى آخره، تكلفتها السنوية حدود 100,000 ريال. إذا الناتج الإجمالي المحلي لهذا المصنع 150,000 ريال. قالوا أوكي خلينا نتأكد من السيدة حسن.
رفعوا السماعة واتصلوا بحسن. كيفك يا حسن؟ قالت أنت مركب الكاميرا في بوابة الخروج؟ قالت أنا مركب الكاميرا في بوابة الخروج. جميل، كم باعت؟ تقول والله يا جماعة باعوا في حدود 150,000 ريال. يقولوا برافو عليكم، عليكما على الكمال وعلى حسن. ال 150 اللي طلعتها أنا من حيث الدخول اللي هي عناصر الإنتاج، هي طلعتها من حيث المبيعات بعد ذلك والخروج. جميل، اوكي. ننتقل للطريقة الثانية اللي هي طريقة الإنفاق الكلي. الدولة الآن لما نحسب، أنا قلت لكم من العقدة أقوم أنا أخذ لي ورقة وقلم، ولا أخذ القطعة لحق ثمران، باقي كمرة أكتب لحق دكتور 5 كيلو طماط. تفضل. ممكن سؤال في المسألة، في مسألة المياه، مصنع المياه. اتفضل. طيب بالنسبة للدخول والخروج لازم تكون النسبة متقاربة؟ الأصل أن النسبة تكون دقيقة، يعني دقيقة بنسبة 99.99%، يعني إحنا الآن نحسب إنتاج بلد من البلدان، تمام؟ هذا البلد هو مثل المصنع، كم دخل في هذا البلد من مواد واشتغلت وكم أنتجت؟ أنا مسكت البداية كم العناصر اللي أنتجت، وهي مسكت كم العناصر اللي خرجت، تطلع النسبة إيش؟ متقاربة بنسبة 99%، فيكون في فوارق محدودة جدا. تمام جميل؟ واضحة. أي نعم. في عندنا طريقة أخرى يسموها طريقة الإنفاق الكلي. كيف نحسب الناتج المحلي لبلد أو لمصنع؟ طبعا هنتكلم على البلد، أنا أحاول أبسطها على المصنع على أساس نفهم. يقول لك من خلال الإنفاق، بدل ما تنزل للسوق وتسأل كم باعوا، كم أنتجوا بطماط وبطاط وملابس ومأكولات، ولا لا في كم أنفقوا؟ باختصار شديد، تمام؟ من الذي أنفقوا؟ هناك ثلاثة أشخاص القطاع هم الذين العائلي، ينفقون، القطاع القطاع العائلي العائلي والدولة وما في والحكومة الإنفاق الخارجي. بس اللي هو الاستثمار. هو عندي اثنين اللي ينفقوا فقط، نبسطها أول شيء، اثنين الذين ينفقون، الأفراد والحكومة، تمام؟ أيوه. فعندي، وطبعا هم ينفقوا لحاجتين، استهلاك واستثمار، تمام؟ وفي عندنا حد عامل مزدوج اللي هو العامل الخارجي. كم صافي الانفاق الخارجي؟ كم انفقوا ودخلوا الخارج؟ كم صافي الانفاق؟ صادرات ناقص واردات. صادرات ناقص واردات. يا سلام. اذا عندي 3 انفاقات، انفاق العائلي وانفاق الحكومي وصافي الانفاق الخارجي. بس اذا المجتمع انتج، لانه انفق من فين؟ من في له هذا الانفاق؟ مثلا لنسال الاستاذ منير، يا استاذ منير كم انفقت هذه السنه على السلع والخدمات؟ يقول فينفق والله في انا دخله. انفقت، يقول لي والله انا انفقت يا اخي حدود 20,000 ريال. من ابوك هذه 20,000 ريال؟ من دخله من دخلي. يقول يا اخي راتبي، او انا عندي مصنع، او انا عندي ارضيه اجرتها او كذا. من ممتاز. ايوه، خلونا نشوف كم الناتج، ده يعني خلونا نشوف الناتج كم ينتج السيد من؟ السيد منير. اول شيء اشوف كم حجم الانفاق اللي انفقوه، ايش؟ ما اسمه الداخلي اللي هو الانفاق الاستهلاكي والاستثماري الاخر. طبعا لما افصلها اقول له كم انفقت على الملابس والبنزين والغذاء؟ يقول لي تقريبا 5,000 ريال. اذا هذا انفاق استهلاكي. اشتريت اسهم ولا سندات ولا مثلا استثمرت مع احد؟ يقول لي نعم. دخار. ما شاء الله، هذا اسمه استثمار، انفاق استثماري. فاز. في معك تعاملات خارجيه؟ يقول لي نعم والله، انا استوردت من امازون تليفون، واستوردت من الصين ماكينه ومدري ايش، هذا اسمه انفاق خارجي. صافي. طبعا انا فاهم انه صدر للخارج بن مثلا، او صدر موز ولا فواكه ولا كذا، تمام؟ لكنه في الاخير كم الصافي؟ يقول لي صافي كذا، انا صدرتهم ب 100,000 واستوردت ب 110,000، او استوردت 90,000 الباقي يعني 10,000، اذا لا باس. طلع الصافي بالكامل، اكتشف انه انفق كل سنه كامل 100,000 ريال. إذا أستطيع أقول من خلال الإنفاق إن الناتج المحلي بالنسبة لمنير عبارة عن 100,000 ريال. طريقة سهلة ومناسبة ولا لا؟ طيب دكتور لو سمحت، لازم الناتج نعم المحلي هذا هو. المنير يكون مقدار سوري دكتور، الحين منير هو يعني مقدار الناتج المحلي تبعه اللي ما دخله، ما كان دخله يساوي ما أنفقه، صح؟ اي نعم. يعني لازم يتساوى دخله مع إنفاقه. لا لا لا، ما لي علاقة، انا ما لي علاقة بدخله، انا لي علاقة كم انفق. اذا انفق 100,000 ريال
فأنا أعرف إن إنتاجه هذه السنة في حدود 100,000 ريال. طيب الحين جميل؟ منير، أنا ممكن أحسب ناتج المحلي من طريق الدخل أو من طريق الإنفاق، ولازم في كل الحالتين يتساووا. أنا في هذه الحالة لا، هذا عناصر الإنتاج حسبنا قيمتها وانتهينا منها. تمام؟ طيب أنا الآن عندي طريقة أخرى اللي هي الإنفاق. كم تنفق الدولة هذه؟ يعني مثلا نريد أن نحسب الناتج المحلي في السعودية. من الصعب ان احنا نزور نحسب قيمه التمر والطماط والبترول والى اخره. بس هنسال كم انفق المجتمع وكم انفقت الحكومه السعوديه؟ يقول المجتمع انفق 100 مليار والحكومه السعوديه انفقت 200 مليار، اذا هذه 300 مليار. كم صافي الانفاق الخارجي؟ يقول 50 مليار، اذا 350 مليار، اذا الناتج المحلي الاجمالي للسعوديه 350 ريال. مثلا يعني أنا الحين 350 مثلا مليون دولار. كاقتصادية، مثلا أنا مخيرة أني ممكن أوجد الناتج المحلي لدولة السعودية عن طريق الدخل أو عن طريق الإنفاق، وفي كل الحالتين لازم يعطيني نفس المبلغ. يا سلام عليك، يا سلام عليك. أنا من خلال الإنفاق أستطيع، أو من خلال تعريف عناصر الإنتاج كما تكلمنا في المرة السابقة. تمام؟ يعني لازم كله الثانية يطلع نفس الرقم. قد تحدث فوارق طفيفة جدا، يعني واحد في الألف، اثنين في الألف، ثلاثة في الألف، طبيعي جدا. بس لكن المعدل العام يكون نفس الشيء. المعدل العام الأصلي يكون نفس الشيء. شكرا إذن دكتور. هذه الطريقة الثانية بالنسبة للإنفاق. طبعا حندخل في تفاصيل كثيره، مشتريات الحكومه والانفاق الاستثماري، التفاصيل هذه كلها ايش صافي الواردات والصادرات وطريقه القيمه المضافه. في عندي طريقه ثالثه يسموها طريقه القيمه المضافه. هذه الان طريقه جديده لحساب الناتج المحلي. ما هي طريقه القيمه المضافه؟ انا اجيب قيمه الانتاج ناقص قيمه مستلزمات الانتاج. تعالوا يا اهل اليمن، كم انتجتم في هذه السنه؟ يقول لك احنا انتجنا تقريبا 5 كراتين رمان، كراتين رمان من هلك الصعداوي، و200 كرتون موز من وادي مور، و3 قدح بن من صعفان ومن ريمة ومن برع، و3 طن سمك من المكلا وبروم وعدن والحديدة. اختصار شديد، قيمة الإنتاج كله الذي أنتجتموه كم قيمته؟ يقول لك قيمته في اليمن 2 تريليون ريال. ممتاز ممتاز. بس كم كلفكم الإنتاج؟ كم مستلزمات الإنتاج التي كلفتكم؟ قل لي يا أخي والله تقريبا قرابة 1.5 تريليون. إذا صافي الإنتاج عندكم 500 مليار، إذا الناتج المحلي عندكم 500 مليار. فهمنا الآن؟ وهذه طريقة برضه رهيبة وجميلة. تمام؟ وسهلة. لما نش وسهلة. تعال يا أستاذة إيلاف، كم أنتجتي هذه السنة من مثلا مياه؟ قالت والله أنا أنتجت تقريبا 1000 كرتون. ممتاز. كم تكاليف الإنتاج، المستلزمات اللي هي المصنع والكذا والكذا؟ قل لي والله يا أخي التكاليف هذه كلها كلفتني في حدود مثلا كذا كذا، مبلغ وقدره كذا، مثلا نفترض 100,000 ريال. قيمة الإنتاج، المبيعات حق الإنتاج مثلا 150، التكاليف 100، إذا الناتج الإجمالي لك في المصنع 50,000 ريال. وهذه طريقة برضو سهلة وميسرة كامل. طبعا الدول تعاني معاناة لما تصل لهذه الأرقام، يعني اليوم في عصر التحول الرقمي والضريبة. طبعا الضريبة بالمناسبة هي واحدة من أدوات الضبط، يعني احنا لما نعمل ضريبة على كل شيء، أحيانا ولو كانت الضريبة 1% 2%، بس أنت شي تعرف كم أنتج الناس. ولذلك في الدول المتقدمة مثلا عندهم الهروب، التهرب الضريبي أكبر جريمة يمكن أن يمارسها أي مواطن. يعني مثلا مواطن في أمريكا، من هذا اللي مشغل حقه المايك؟ غلق مايكك يا أصحاب الشر. تمام؟ في أمريكا ممكن تمارس أي جريمة يثيرها لك المجتمع، أي جريمة إلا جريمة واحدة، هذه لا غفران لها، لا توبة منها. شوف في القرآن الكريم الله يقول لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في النظام الرأسمالي بالذات في الدول المتقدمة في أوروبا الغربية في أمريكا، الضريبة أكبر جريمة. لماذا؟ لأنه يقول لك الدولة تقوم على الضريبة والحسابات القومية تقوم على الضريبة. أنا لما أدفع لي ضريبة 1%، أعرف كم أنتجت، هل تطلع الناتج المحلي والإجمالي؟ جميل؟ إذا عندي طريقة اللي هي الثالثة، طريقة القيمة المضافة. بحيث انه يا قيمة أستاذ سؤال الإنتاج. بس، تفضل. طيب في اليمن احنا كدولة في اليمن يعني الإحصاءات هذه كم انتجت من الفواكه هذه وانتجت العناصر الثانية،
هل الإحصائية هذه موجودة في اليمن دقيقة؟ هل ممكن التاجر يقول أو صاحب المصنع يقول أنتجت كذا وربحت كذا؟ أعتقد صعبة في اليمن، ممكن تهربوا لأنه ما فيش قوانين ضابطة. عشان صح يكون الناتج القومي صحيح ضروري يكون الإحصائيات صحيحة. صحيح. في اليمن طبعا من الصعوبة بمكان أن تصل إلى رقم يعني 100% كما يقال، لكن في عندك يعني هم الآن لما تستخدم المزيج من الستة الأساليب هذه تستطيع أن تقارب. يعني مثلا أعطيك مثال بسيط جدا، عندنا في اليمن مثلا ينتجوا أي منتج من هذه المنتجات، مثلا الملابس أو مثلا صناعة البلاستيكية أو غيرها. الدولة قد لا تستطيع أن تفرض ضريبة على كل شيء وتكتشف كم ينتج كل مصنع، لكن هي تعرف كم دخل، كم حجم المواد الخام التي دخلت. يعني مثلا المواد الخام اللي دخلت صناعة البلاستيك تقريبا 3 طن، إذا المفترض أنه مصانع صلاح الدين لصناعة البلاستيك أنها تنتج في حدود 3 طن، لو افترضنا أنه في اليمن مصنع واحد. فأنت من خلال أنك تمسك باب الدخول تستطيع أن تقدر بعد ذلك العملية. طبعا عندك مئات المصانع اللي يصنعوا بلاستيك، اللي يصنعوا مثلا القراطيس حق القات، واللي يصنعوا السفر، واللي يصنعوا المصانع الصحون زي مصنع صلاح الدين، مئات أو عشرات من المصانع. فتستطيع أن تقدر، لن تصل إلى نسبة 100%، لكن تستطيع أن تقدر، مدرك الموضوع. فهذه واحدة من يعني الأساليب التي تستخدم. ففي الدول البسيطة والبدائية مثلا مثل اليمن الناس يصلوا إلى مقاربة، يعني يصلوا إلى 80% إلى 90% أكثر أقل. طبعا عندك فكرة التهريب واحدة من المشاكل عويصة جدا التي لم تستطع أن تجد لها حل، هذا أسباب كثيرة يعني ما أدري شلون نخوض فيها. عندك التهرب الضريبي، عندك الجمارك، عندك يعني في بلاوي زرق، لكن قد هم يعملوا إيش مقاربة إلى حد ما. طب دكتور تفضل. معلش لو سمحت، يعني أنا لو أداني مثلا أعطوني قيمة الإنتاج في الدولة هذه تمام ونقصت منها مستلزمات الإنتاج، أقدر أطلع فيها الناتج المحلي ويكون يساوي الناتج المحلي بطريقة الدخل وطريقة الإنفاق. احنا الان هم في الدول قلت لك احنا نعمل مزيج 6 طرق دائما نستخدمها تمام حتى نطلع كم حجم الناتج المحلي الاجمالي للبلد. طبعا انا لما اطلع الناتج الاجمالي مهم جدا، ساقول لكم يعني اولا اشوف انا هل فعلا يعني الحكومه خلقت نمو في البلد او لا، لكن في حاجه اخطر من هذا بكثير جدا. معذره، أنا لما أريد أن أستثمر، تذكروا الورشة اللي عملناها في بداية المحاضرة؟ قلتم إنه نعمل سياحة، نعمل كذا، نعمل عفوا، قلتم في البداية نعمل سياحة تمام؟ ونعمل ونعمل. لا إن شاء الله حنخرج مرة واحدة ونصلي وقليل يعني نختم المحاضرة إن شاء الله، يعني أصلا كم تبقى لنا؟ بقالنا شوية. لما أحسب الناتج المحلي الإجمالي وأحسب كل عناصر الإنتاج اللي دخلت، سأشوف ما هي نقاط الفرص اللي عندي، ما هي الفرص؟ يعني سأكتشف إن عندي فرص في السياحة ممتازة، سأكتشف عندي فرص في الأسماك ممتازة، سأكتشف عندي فرص مثلا في التصنيع والتعدين ممتازة، فأشجع القطاعات في، ثم سأكتشف إن في بعض الفرص خلاص قد تشبعت، في بعض الفرص الاستثمارية أو المناطق الاستثمارية أو المتاحات الاستثمارية قد تشبعت، ثم أحتاج إني أستثمر فيها مثلا بشكل كبير جدا. جميل؟ فهذه واحدة من الأشياء المهمة. وصلت الفكرة الآن لكم؟ يعني هذه واحدة من أبعاد الناتج القومي أو الناتج المحلي الإجمالي. اوكي دكتور يعطيك العافية. في عندي الطريقة الأخرى أو الطريقة الرابعة اللي هي طريقة الناتج القومي الإجمالي. هو الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن إجمالي السلع والخدمات التي تم إنتاجها خلال فترة زمنية معينة بمشاركة عناصر الإنتاج، ولكن هذا المقياس ترد عليه عدة ملاحظات. لا يحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي، هذا اللي تكلمنا عليه قبل شوية، إنه إيش كيف نحسب الأموال التي عندي. في عندي طريقة اللي هي الصافي العوائد تمام، صافي العوائد الخارجية، برضو هذه مهمة عندي في قضية الحساب الناتج المحلي. طبعا هنا سيأتيني قضية بأي سعر سنثمن، هذا سؤال مهم
الكلية بأي سعر ستثمن؟ ما هو الرقم القياسي للأسعار؟ يعني الطماطم كانت مثلا في بداية السنة من الكيلو ب5 ريال، في منتصف السنة ب10 ريال، في نهاية السنة 4 ريال، يعني كيف حتحسب لي كل الأسعار؟ أنا إذا لابد ما أعمل إيش؟ متوسط أو رقم قياسي للأسعار وهكذا، ولها معادلة محددة جدا لابد ما أحسبها بطريقة أو بأخرى. مثلا يقول لك الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2003، تمام، مخفض على الناتج المحلي لعام 2003، فأطلع متوسط مثلا، أطلع متوسط أسعار، إنه أنت الآن بكم ستثمن؟ هذه مشكلة من المشاكل تواجهك وأنت تحسب قضية الناتج المحلي لأي دولة من الدول، كم ستثمن قيمة هذه السلع أو هذه المنتجات في هذه الدولة وفي تلك. جميل، احنا نكون بذلك قد يعني مررنا مرور جيد على هذه العناصر. في تفاصيل كثيرة جدا لستم معنيين بها، يعني التفاصيل المحاسبية الدقيقة، المادة هي مبادئ، وإنما المؤلف يعني حب أستاذنا الدكتور أفندي أنه يقدمها كنماذج عملية، لكن لو دخلنا في تفاصيلها لا، احنا نتكلم عن نظم محاسبية معقدة وكبيرة جدا، لأنه تطلع متوسطات لكل سلعة على حدة ولكل منتج على حدة، وبعدين تطلع المتوسط العام وتعمل لها بعدين ناتج إجمالي كامل. لكن الشاهد في الموضوع عندك هذه الأساليب البسيطة لحساب الناتج المحلي الإجمالي، إما تحسبها من خلال المصدر أو من خلال النهاية أو من خلال الإنفاق أو من خلال يعني صافي المنتجات بشكل عام، هذه كلها، أو من خلال اللي هو صافي القيمة المضافة، هذه كلها عبارة عن 6 عناصر باختصار شديد يحسب مثلا الناتج المحلي لدولة من الدول. خلونا نقف عند هذا المستوى قبل أن نتم، إذا في لأحدكم سؤال أو إضافة أو استفسار فليتفضل. دكتور، بالنسبة للمسائل في الاقتصاد الكلي، متى يعني نبدأ إيش ناخذ المسائل؟ المسائل اللي مطروحة هنا هي عبارة عن مسائل نموذجية للشرح فقط، يعني لستم ملزمين بذهاب درجة أساسية، يكفي فقط أنك تفهم القانون بشكل أساسي، كيف تحسب مثلا الناتج يعني المحلي من خلال، من خلال تفضل. القوانين هذا يعني لا لا، القوانين فقط، ركزوا على القوانين بدرجة أساسية، وأنا أقول لكم بصراحة افهموا القوانين، افهموا كيف تحسب العملية فقط، افهموها فهم مبسط. احنا الآن لما طلع مثلا القيمة المضافة ببساطة شديدة، كم كلفنا هذا المنتج، تمام، كم قيمة المنتج حاليا، وكم يعني خسرنا عليه من المدخلات؟ هذه العلبة مثلا كم كلفتني؟ كلفتني مثلا 10 ريال. كم قيمة العناصر اللي داخله مثلا، أو عفوا بعتها أنا ب10 ريال، كم العناصر اللي داخلها؟ 8 ريال، إذا عندي الفارق هو ريالين فقط. لأنه أنتم الآن يعني لو أردنا أن نحسب مثلا قيمة الأرض في أي بلد من البلدان وقيمة الأشياء الأساسية حندخل في متاهة طويلة عريضة، لا، لكن أنت في الحقيقة المنتج النهائي، ماذا أنتج هذا البلد من سلع وخدمات في هذه الدولة في هذه السنة عفوا، وكم ثمنها؟ هذا هو فكرة المحاضرة كلها. يعني نمسك مثلا الأخ المقداد، كم أنتجت لنا يا أخي في هذه السنة؟ أو الزبير عفوا، الزبير، كم أنتجت لنا من سلع وخدمات؟ يقول لك والله يا أخي أنا أشتغل في مجال مثلا، نفترض مثلا أنه شغال في مجال المحاماة، أنا قدمت 10 استشارات، كم قيمة ال10 استشارات هذه؟ تقول لي يا أخي أنا أخذت على كل استشارة 1000 ريال، خلاص 10 1000 ريال، باختصار شديد. هذه الطريقة اللي أحسبها بهذه الطريقة، أو آتي بطريقة الإنفاق، كم أنفق الزبير في هذه السنة؟ قالوا أنفق 10 ألف ريال، أو أنفق 8 ألف ريال، وعنده 2000 مدخرات. إذا معروف أنه الناتج المحلي عنده 10 ألف ريال، واضح أنه 8 ألف استهلكها و2000 وفرها، من أبو ال10 ألف ريال اللي معناته إيش؟ الناتج المحلي، تمام؟ المحلي يا زبير يعني استقضيها طبيعي. لله. هذا أسلوب ثاني من الأساليب. كم الطريقة الأولى استهلك؟ طريقة إيش يا دكتور؟ نعم؟ الطريقة الأولى طريقة إيش؟ عندنا طريقة الإنفاق، عندنا طريقة القيمة المضافة، تمام، عندنا طريقة ما اسمه، عندنا طريقة حساب عناصر الإنتاج، الطريقة اللي حسبناها، هذه كلها مجموعة طرق في الأخير توصلني إلى
نتيجة واحدة، كم أنتج هذا المجتمع من سلع وخدمات خلال سنة واحدة من السنوات. بالنسبة للملخص، أنا كما وعدتكم في المرحلة السابقة إن شاء الله آتيكم بملخص صغير جدا جدا جدا، يعني إن شاء الله سيكون ملخص بسيط. هذا الملخص فيه مفاتيح المادة بإذن الله في دكتور لو سمحت سؤال، آخر محاضرة إن شاء الله. في تفضلي. عندنا سؤال في التجريبي في الوحيد، يقول لك أعطاني مجموعة من الجدول فيه مجموعة من القيم وقال لي احتسب صافي الدخل المحلي، الدخل المحلي المكتسب. بمعنى إيش؟ لأنه إحنا لما أجينا نطبق قانون صافي الدخل بشكل عام وجمعنا جميع القيم ما طلع لنا نفس الشيء. فالدخل المكتسب بمعنى إيش؟ أجور ومرتبات وأرباح وعوائد على رأس المال وإيجار الريوع ودخول أصحاب الأعمال الصغيرة فقط. ما الذي اكتسبناه؟ احنا ما الذي ما الذي اكتسبناه؟ اكتسبناه؟ طب الضرائب على اين الأرباح إيش تعتبر؟ الضرائب على الارباح؟ نقصت من الكسب حقنا. أيوة انا كان عندي ربح في شركة من الشركات، نقصت. كان الاصل، ايوه كان الاصل نستلم 1,000,000 ريال، اخذوا علينا ضرائب 10%، فللاسف لم يصفى لي الا 900,000 ريال. طب تمام. صافي الدخل، احنا كان عندنا صافي الدخل برضو نضيف له الضرائب على الأرباح وأرباح غير موزعة. لما قال لنا مصطلح مكتسب، هل يقصد فيه بس المدخول ولا المدخول، انا يقصد يعني صافي ما دخلت، انا صافي ما دخلت، لانه مثلا يعني لو دخلنا في عمليه فنيه بحته، يعني ربحي في البنك الفلاني مثلا او في الشركه الفلانيه 1,000,000 ريال، في عندي سيخصموا منها ضريبه، في عندي سيخصموا منها زكاه، في عندي سيخصموا منها احتياطات او ارباح او تفوضات. تمام. في الاخير انا كم صفى لي منها؟ كم صفى لي منها؟ صار شديد. انا طب على في المستوى فرق بين الشخصي، لكن على المستوى القومي والوطني، خذي هذه، على المستوى الوطني والقومي سيحسب الربح بالكامل. فرق بين هذه يعني النقطتين. على مستوى صافي الدخل المحلي؟ ايوه، على مستوى الشخص حيصفى لي 800 من المليون، لكن في الناتج المحلي حيحسبوا المليون كاملة. لماذا؟ لانه الضريبة والتحوطات والزكاة في الاخر تعتبر انتاج مجتمعي كامل. اها، فهمت ايش يعني الفرق؟ الحين المكتسب بمعنى انه صافي الدخل الفردي، معنى الفردي. يا سلام، الذي انا دخل له جيبي 800,000 ريال، لكن الاقتصادي لما جاء حسب دخل البلد يقول لك البلد كسبت من الشركه 1,000,000 ريال. هون انه مثلا اوكي، حسن اخذ 800 والفقير اخذ 25,000 ريال والضريبه اخذت له 50,000 ريال والشركه فعلت في صندوق التحوطات 100,000 ريال، هذا لا ينفي ان المجتمع انتج 1,000,000 ريال. ايوه اوكي، انا اشكر لكم هذا التفاعل، وقد اخذنا من الوقت شيء الكثير. إلى اللقاء إن شاء الله في محاضرة أخرى. شكرا السلام عليكم جزيلا ورحمة الله دكتور، وبركاته. يعطيك العافية.